قسم مجال كرة القدم هنا في مدينة ساو باولو. إذا ضربة خطأ إفادة الرجاء وراء الكرة اللاعب طلال القرقوري ورضوان الحيمر بعيدة قريب من 30 متر على مرمى الحارس كاسياس. طلال القرقوري تقدم قدمة جميلة ديال طلال القرقوري العمود الأفقي ينوب الحارس كاسياس. لاحظوا الإعادة معروف على طلال القرقوري قدمة قوية جدا بقليل من الحظ كان بإمكان طلال القرقوري ستحرص التسجيل. إذا ضربة زاوية للرجاء أمامكم الحارس كاسياس 20 سنة ضربة زاوية في الجهة اليمنى من مرمى الحارس كاسياس في التنفيذ زكريا عبدوب كرة دائرية كتدخل ريدوندو خباش خباش غادي يعمل بغا يمرر فيه كتشكون عند ماكمانما كرة خطيرة ولكن رضا الرياحي كان هو أسرع كيغيبو ثلاثة لاعبين على فريق الرجاء مصباح بإنذارين يوسف التفرير المطرود في المباراة أمام فريق النصر السعودي وعبد اللطيف جيريندو الذي أصيب بعطف المباراة الثانية. أنيلكا بغا يمرر روبرتو كارلوس